السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذا اللقاء مع الأستاذ أبو متري في منزله الكائن في عبدون عمان. هذا الجزء هو الجزء الرابع من المقابلة. أستاذ أبو متري، انتهينا في الجزء الثالث من كنا على وشك نبتدئ الحديث عن الأعياد الدينية اللي كنتوا تقوموا فيها بالرملة. وبدنا نبتدئ من عند هاي الأعياد، واختار لي أهم الأعياد الدينية ونبتدئ حديثنا فيه. تفضل. طيب، الأعياد نبتدئ مثلا أولا بعيد الميلاد. نعم. عيد الميلاد بسبعة كانون ثاني شرقي، نعم، لأن الطوائف الأرثوذكسية تتبع التقويم على النظام الشرقي الجريجوري مثلا. بعدين بيجي عيد الفصح، قبل عيد الفصح بيجي عيد الإغطاس اللي هو بيجي بعد أظن 13 يوم، نعم، وبيجي بعدين عيد الفصح. أولا عيد الميلاد عادة يحتفل به ببيت لحم. نعم. كنا أنا يمكن حضرته مرتين في بيت لحم، وتبتدأ الصلاة الساعة 12 منتصف الليل. طب انت لما تقول انا حضرته كنت تنزل، يعني كانوا ينزلوا سافر من الرملة إلى القدس ومن القدس إلى بيت لحم، اعداد كبيرة كانت تنزل، ملان عالم ما بتقدر تتصور. كيف كنت تنزل؟ وقبل بالباص؟ قبل كم يوم كنت تنزل؟ لا، قبل يوم يومين، وحتى بنتمنى لأنه تاني يوم نروح سهرانين للصبح. نعم. وبعدين الإغطاس كمان يصير، كنا لا، نحتفل خلينا بالميلاد. بالميلاد، لأنه بالميلاد بدنا نتخيل الجو العام كيف لما تبلشوا تطلعوا من الرملة، لأنه يعني بتطلعوا بشكل جماعات كبيرة. جماعات ومرات وحدانا، يعني انه واحد بروح بركب بالباص على القدس ومن القدس على بيت لحم. نعم. وغالبية المرات يعني بكون هو وصديق له او صديقين مع بعض، زي ونسة يعني احسن. نعم. من القدس للقدس على بيت لحم بنفس اليوم يعني، لانه من الرمل الى القدس تقريبا ساعة ونص الباص. نعم. من القدس لبيت لحم شيء ابو ربع ساعة مش اكثر، وكانت طرق سالكة ومرتبة وكل شيء يعني، وبساطة مرتبة نظيفة يعني. بيت لحم العالم تبقى ملانة من جميع اطراف العالم، مش بس من فلسطين، نعم، بيحضروه من كل انحاء العالم. نعم. والصلاة بتصير في منتصف الليل. نعم. بيحضر البترك من القدس، بيعملوا له زي مهرجان، بيستقبلوه في بيت لحم، وبدخل على الكنيسة القيامة، وبتصير على كنيسة المهد. نعم. وبتصير هناك الاحتفالات تبعته. كان تضل يمتد لأي ساعة؟ من الصبح يعني الساعة قبل الصبح بالفجر بشوية، وبعدين لما يطلع النهار كل واحد بروح بطريقه. شو كنت تعمل أنت؟ على طول تروح على الرملة؟ كنا نروح على طول على الرملة. لا، ليش نبقى في القدس مثلا او في بيت يعني لحم؟ ما كان لك قرايب اللي تروح لا عندهم؟ والله ما إلي كان، بس ما كناش، كنا نفضل نرجع بلد الواحد. نعم. هذا اللي حكي تبع عيد الميلاد. نيجي عيد الإغطاس. عيد الإغطاس يا سيدنا بصير عادة بنهر الأردن. نعم. بصير عندنا في الكنائس بيحتفلوا فيه، وكل شيء ببلادنا بالرملة في اللد في يافا في كل محل بيحتفلوا بنفس العيد. بس العيد الأساسي يعني هو في ناس كتير بيحبوا يحضروه في نفس المكان اللي تعمد فيه السيد المسيح، نعم، اللي هو نهر الأردن. نعم. كنا نسافر برضو على القدس، من القدس على ريحة، نعم، من الريحة نروح على نهر الأردن، في هناك دير اسمه دير مار يوحنا. دير مار يوحنا هذا كان العالم تنزل فيه وتقعد يعني موسم، وتصير الحفلة برضو الغطاس، ونحضر حفلة الغطاس، ينزل الخوري بيتقفلوك ويصلي ويغطس الصليب، يعني هالمراسم العادية. بدنا نوضح يعني بدنا نوضح بالتفصيل أكثر لمستمعينا
للناس اللي ما بتعرف كيف كانت هاي الطقوس تتم. الطقوس تتم يا سيدنا، الكهنة يبقوا راكبين بأفلوكة وقيموا الصلاة، وبعد ما يخلصوا الصلاة يعني هم من يصلوا بنزلوا الصليب بالنهر، عندما يقول باعتمادك يا ربي نهر الأردن. أنا بتذكر وقتها كان شوت رهبات روسيات بمجرد ما يقول باعتمادك يا رب كلهم يدبوا حالهم بالنهر ويطلعوا. هذه احتفالات حلوة كانت فيها، احضرتها كمان مرتين. هذه مرتين تتذكر مع مين كنت تنزل؟ برضو مع أصحابنا الشباب اللي زينا من يعني ما خدش أمي ولا أبوي لا. كنا ننام هناك بدل مش ننام يعني نركز في دير مار يوحنا، هو على الضفة الغربية من النهر كان وقتها. مش مثل اليوم على الضفة الشرقية. اليوم وجدوا أثار إنه بثبت إنه مار يوحنا عمد المسيح على الضفة الشرقية. من النهر الأردن. وفي إثباتات يعني. احنا كنا نحتفل على الضفة الغربية لما كنا في فلسطين. ما بنعرف شيء. بعدين بيجي بعده 14 بنيسان بيجي عيد الفصح. قبل عيد الفصح في عندنا صيام 40 يوم عن الظفر، يعني اللحم وبيض وجبنة كل شيء حي. يعني في ناس بتصوموا كله 40 يوم، في ناس بصوموا أول أسبوع وآخر أسبوع وبيختاروا يومين ثلاثة كل أسبوع. يعني مثلا بيجي يوم الاثنين والأربعة والجمعة بصوموا بصوموا أول أسبوع من الصيام وآخر أسبوع. سيدنا بيجي بنفس الصيام بتصير عادة صلاة اسمها صلاة المدايح كل يوم جمعة بالليل الساعة 7 أو 6 حسب الوقت اللي كيف بيكون الدنيا. يعني عادة كل جمعة بتصير مدايح، 5 مدايح قبل هذه اللي هي بالصيام. وين تقام هاي المدايح؟ تقام بالكنائس. بالكنائس. بالكنائس تقام المدايح. يوم ما يصير قبل لما يجي أحد الشعنين يحتفلوا فيه. هو الحقيقة أحد الشعنين هو للأطفال. يعني بحملوا صعف النخل مزينين بالورود وكل شيء، وبصلوا لما يصلوا بيطلعوا 3 دورات حول الكنيسة أو حول شيء يعني بفروا. هي هذا زي ما عمل سيد المسيح ركب الحمار في القدس. يوم بعد ما يصير الأسبوع هذا بالأحد الشعنين بنفس ليلة الأحد بتصير كل ليلة في صلاة لحد يوم الجمعة العظيمة. يعني يوم الأحد في صلاة، يوم الاثنين في صلاة، 3 كل يوم له رمز بالصلاة أنا بعرفهوش. أنا يعني أجهل الشيء هذا، بس يعني كل يوم له نوع من الصلاة. لما يجي يوم الجمعة العظيمة وبمثلوا إنه كيف بنزلوا السيد المسيح عن الهرجة يوم السبت سبت النور. سبت النور يقام في القدس في كنيسة القيامة. هذا احتفال كمان عظيم. برضو كنت تنزلوا مرة واحدة وما كناش نقدر نوصل للكنيسة من كتر ما يكون جموع ضخم. وبعدين الشرطة يسكر الطرق لأنه يسمحوا بس للأجانب اللي جايين من الخارج، مصريين إقباط وما حباش وكنا يعني يبعثوا مندوب عنا مشان يسلم النور يجيبوا للبلد. يعني يجي جماعة مثلا كانت وقتها احنا النادي تبع النادي الأرثوذكسي في الرملة يبعث شباب 3 4 يروحوا على القدس يستلموا النور ويرجعوا للبلد ويحتفلوا فيه مثل الرملة يوم سبت النور. كل واحد يولع شمعة وشهادة. هذه سبت النور. وبيجي عيد الفصح بيصير الساعة 12 بالليل الهجم بقولولها عشان يفتحوا الباب الكنيسة. فهذه أنا ما كنت أحضرها، كنت أخاف أحضرها لأنه يستعملوا مفرقعات. يعملوا مفرقعات يدوية هيك، ويا ما صار مآسي منها.
اللي انجرح اللي راح اصبعه اللي يعملوها بنزرنيخ ومش عارف ايش ويلفوه بشرايط ويرموه عن حيط تفرش الأرض وطلع صوت قوي. هذه الشغلة اللي كنت أخاف منها. ما كنت أروحها. يوم التنين التقبيلة كانت تصير بيافا. يحضروا من الرملة ومن يافا والقدس ومن اللد احتفالات رسمية تصير بكنيسة مارجينس في يافا. وساعتها طبعا الاحتفالات صلوات وفي موسم برا عالم بيض مسكر مصبوغ وأسد. هو عيد الفصح هذا بنعمل وقتها بصبغ البيض كمان. نعم. يعني بلون البيض. هي رمز ما بعرف ليش يعني. وبرضه في ناس بنفس العيد هذا بيعملوا كعك ومعمول مشان لما يجي الضيف يعيد عليه راح يقدم له كعك ومعمول. نعم. وبيض مرات بيقدموا بيض يعني ملون. هذه الاحتفالات تبعت الأعياد الرسمية. بعدين في عنا كان يبقى يصير أعياد يمكن موسمية أو إشي مش أعياد يعني إشي هيك يحتفلوا فيه. مثلا يوم عيد الراهب مثلا أنا كنت أتذكر عيد الراهب في الرملة. شو كنت تعملوا فيه هذا؟ هذا يطلع على البر على يكون الربيع الديني أظن يشبه شم النسيم في مصر. يوم الراهب تطلع العائلات يعني اثنين الراهب اثنين الراهب يمكن اظن يطلعوا برا على على السهل ياخذوا اكل هالعائلات يقعدوا مع بعض ياكلوا ويشربوا الاولاد يركضوا يلعبوا في الساحات ساحات حلوه ومرتبه هذه كانوا حتى يروحوا يلعبوا ملاعب جنبنا هو ملعب الجولف اتذكر انه في الرمل في كان ملعب جولف انتوا كان عندكم ملعب جولف بالرمل؟ كان عندنا ملعب جولف استعملوه تبعون الكامب الطيران الانجليز وكنا نركض وراهم ناخذ الطابه هذه الضيئه ناخذها ونفكها فيها كلها جلد هذول زي البلاستيك اللي بيستعملوهم بالورق نفكها ونبلش ملعب جولف كان شيء مرتب كثير يعني هذاك الايام حدا يمكن كان يعرفش الجولف في بلادنا يعني مزبوط ايه بس كان في الرملة في ملعب جولف مين اللي عالفيه بس هدول طبعا الطيران البريطاني اللي في هذاك على احد الجوانب الملعب هذي يتصير تبع الراهب عيد الراهب يقعدون هناك بعدين يوم برضو في عنا عيد كنا نروح فيه على اليرقون على النهر اسمه عيد العنصرة برضو نفس الاحتفال يروح يحتفلوا العالم من الرمل ومن اليد من يافا ويقعدوا أكل وشرب وهيصوا ومرات بتصير مآسي إن ولدي وقع بالنهر يغرق يموت وتصير حوادث يعني إهمال هذا موسم برضو في عنا يوم 3 كانون ثاني حسب التقويم الشرقي أو 16 حق التقويم الغربي عيد البربارة هذا عيد البربارة يا سيدنا برضه هو تقريبا للأولاد والكبار للأولاد ليش كان رب العائلة يروح على السوق يشتري جميع أنواع المكسرات والحلويات الملبس الملبس على لوز الملبس على ضامة الملبس على شومر على ينسون على أشياء هل ملبس هذا يوم العيد يجي رب العائلة يجيب واعة كبيرة ويدير كله فوق بعض ويخلطهم انا بعرف ملبس عظام بس شو ملبس على ينسون هلوز ينسون حب صغير هلا بفرشك اياه عندي منه هلا بفرشك اياه بعد شوي يعني يا سيدنا هذول الاشياء هذه بندق فستق ولوز وجوز كله كيلو من هذا نص كيلو من هذا ربع كيلو من هذا يحطهم مع بعض ويخلطهم والولاد حواليهم ما يصير يعني هي عيد البرارة للكبار يعملوا لهم القمح القمح يسلقوه ويحلوه ويحط عليه ينسون ويغلوه مع زبيب مرات حدا يحط كستنة مرات حدا يحط برونز وبعدين في ناس يحبوا سائل وفي ناس يحبوا جامد وبرضه بزينوه فوق بلوز مقشر وأشياء هيك وفستق حلبي وموكله طيب كتير ومفيد هذا عيد البربارة
هذه من الأيام. في كان عندنا عيد كنت أتذكره عيد ضبيطة في يافا يصير. عيد ضبيطة. ضبيطة. أظن قديسة ما بعرف. يعني بس كنت أسمع إنه ضبيطة نروح في دير ضبيطة قبل ما تدخل يافا وأنت رايح بدك تروح تل أبيب. في هناك دير تقريبا بعد الدوار اللي بروح بين يافا وتل أبيب وأنت جاي من الرملة. نعم. في دوار على مدخل يافا. على اليسار بتروح على تل أبيب وبتضلك دور عيافة. هذا الدوار على يسار إذا رحت شي حوالي أظن 100 متر 200 متر توصل دير ضبيطة. نعم. هذا برضو يصير احتفالات هناك، العائلات تأخذ أكل وشرب وناس تجيب يبيعوا مأكولات وحلويات رحتوا هذا ال... رحت مرة في دير وأظن أعتقد راهبة أو قديسة أو شيء. شو المناسبة تسألني لأني ما أعرف. طب كنتوا تطولوا بهذاك اليوم؟ يوم واحد. أخذها نرجع بلد الواحد. يعني تطلعوا صباحا؟ ارجع مساء. يعني بكفي لأنه يحضر الصلاة ويطلع يتغدوا وفي ناس تروح العصر، في ناس تتأخر شوية. في ناس اللي تبعوني أفادوا والله بالآخر النهار ويطلع القمر وهم قاعدين. هذه أعياد مواسم يعني عنا بالنسبة للمسيحيين. نعم. هلا حاليا لانه كانوا يحتفلوا الكاثوليك على التقويم الغربي والارثوذكس على التقويم الشرقي بتفرق بالاعياد. نعم. في سنه بيكون بينه اسبوع، سنتين باسبوع، سنه كبيسه وسنه شهر. هلا في لبنان مثلا احتفلوا بمارج عيد الفصح. نعم. مع انه عيد الفصح لسه بده يجي واحد خمسة. شوف الفرق. لانه احنا اعتقد ممكن يكون صح او غلط بعرفش، انه احنا بنمشي على التقويم الشرق على التقويم اليهودي. لانه يوم عيد الفصح اليهودي احنا بعده يوم الاحد بيكون عندنا عيد الفصح دائما. نعم. احنا لانه المسيح لما انصلب يوم عيد الفصح تبع اليهود. نعم. ولذلك احنا نمشي على التقويم. انا هذا تفكيري بعرفش. نعم. يمكن خطأ يمكن صحيح يمكن ما بعرف، بس المهم انه بس هلأ في الاردن اتفقوا الطوائف كلهم انه يحتفلوا عيد الميلاد ب 25 ديسمبر غربي والفصح يحتفلوا مع بعض مع العيد الشرقي. هلأ كل الطوائف المسيحية في الاردن بدنا يحتفلوا بعيد الاغتاص بواحد خمسة. هذا معروف هلا اتفقوا عليه. طيب ممتاز. طيب يعني بتخطر على بالك هاي الاعياد اللي كنت تحضرها يعني لما تصير الاعياد هاي الايام؟ نعم. وتحضرها بترجعك لهذيك الايام ايام الرمله؟ والله بترجعني بالنسبه للمناسبات الحلوه. مثلا كنت اتذكر كيف ابوي كان الله يرحمه يشتري من الحلويات يحطها هون وندور حوالي اللي بده تعرف اولاد يعني ابوه 10 سنين 8 سنين كيف بيكون شعوره لما يشوف منبر وفستق وبزر وكله هيك مع بعض. وفي بتذكر كمان شغله كانت يوم قبل ما يصير عيد الاغتاص كان يعملوا اشي حلويات للحرومة، يعني لانه بدي قبل ما يصير الصيام يحلوا الناس. يعني كانت اما الله يرحمه تعمل سدرين بقلاوة ترقهم. سدرين بقلاوة ترقهم. كل 40 رقة تحت وجوز وفلوس وبعدين 40 رقة فوق تقسمها ونبعتها على الفرن. وشي هذا يكون استعداد لايش؟ ليش هذا يعني قبل الصيام. قبل الصيام عشان يعني اسمه الحرومة. يعني حرومة يحرم. لانه بتعرف كل رقاقة ينحط سمنة بين بين كل واحد، كل رقاقة ترش سمن عشان ما يلزقش هذا. نعم. بين اول اللي بالسوق ما كانش احسن. طيب الاعياد اللي اعياد المسلمين. الاعياد المسلمين معروفه ان هي عيد الفطر. عيد الفطر وعيد الاضحى. عيد الاضحى وبعدين تيجي المواسم.
المواسم يقال انها انعملت على زمن صلاح الدين. نعم. وهذا عادة بتصير تقريبا قبل اعياد المسيحيين. نعم. هلا الجمعة الحامل زو النبي صالح قرب اظن ما بعرف كنت بصير. النبي صالح كان يبقى اسبوع يخيموا بالجامع الابيض يصير ذاكين والعالم كل يوم تروح تيجي، بس الأوج تبع العيد، أوج العيد يوم الجمعة، يوم الجمعة يطلع من الجامع الكبير في الرملة ويمشوا نعم بشو اسمه زي مهرجان بيارق و بيارق و وباتجاه الجامع الأبيض. نعم. هناك متى يوصل الجامع الأبيض تقريبا تنتهي الاحتفالات، وبعدين نبلش العالم اللي يشتري حلاوة، اللي يأكل سمك مقلي، اللي يأكل فلافل، يصير في سبق خيل في منطقة بسيطة صغيرة يعني تقريبا أبو 100 متر يعني يصير يسبق بعض، طبعا يصير عجة وغبرة يعني انا ما كنتش اروح اتفرج لانه مش هذا، والسوق انت داخلين العالم على هذا على الجامع طبعا على الجنبين في ذاكين ذاكين الحلويات كانت تبقى هالناس لما تطلع القمرة وما كانوش مرات كثير ما كانوش يغطوها يعني انا هذا بتذكر يعني كيف كانت ما بعرف كيف كانت العالم عايشة وما يصير شيء معهم يأكلوا لأنه عندهم مناعة والله عندهم مناعة يعني أنا لو جبت واحد اليوم من نفس الناس الموجودين حاليا يأكل من الأكل تبع هذاك الوقت والله بمرض وبتعرف في من هذول اللي يبيعوا الغواش يبيعوا اليعودة والأشياء أزاز وخرز ومسابح هذا الأشياء اللي تنباع كانت بذلك الوقت. طيب أبو متري بدنا ننتقل لموضوع آخر، بدنا نتحدث عن الزواج كيف كان يكون في بيت لحم في الرملة عفوا. يا سيدنا الزواج كان يصير احتفال أول شيء الخطبة طلبة يروح مثلا يصير حديث انه والله فلان بده يطلب فلانة تقبلونا ولا ما هذا يعني يبعثوا جس نفض مشان يعني ما يروحوا بسواد الوجه بعدين يرفضوهم تروح الجاهة يطلبوها الطلب بدنا يا عم فلان يا بنتكم انا بتذكر يقعدوا قبل ما يطلبوا تيجي القهوة تجيبوا القهوة يحطوها على انا مثلا جاي اطلب بمسك فنجان القهوة بشربوش بقول لهم انا يعني بدنا فلان لفلان اذا قالوا ما بوافق موافقين بشرب القهوة ما مش موافقين بترك القهوة وضربوه هذا العادي هيك التقاليد هيك التقاليد وكان يتفقوا مثلا ايوه بعدين تيجي من الخطبة يروح يخطبوا خطبة عادية يحضروا برضو ناس من العيلة يقولوا لهم احنا جايين مثلا 20 شخص بدنا نخطب بروح بخطب بيجي خوري بصلي عليهم وفق لهم خطبة وكل شيء خلصت هاي الخطبة. الخطبة مرات تاخد شهر مرات شهرين بتوقف على كيف اهل العروس واهل العريس كيف بدنا نتفقوا كيف امتى يصير العروس. نعم. مثلا في ناس بقعدوا سنة خطبين في ناس بقعدوا سنتين بس خطأ هذا مزبوط. يعني خطأ كل ما طالت المدة كل ما تعرض للإلغاء يعني طبعا بالحق وفساد بيصير ليش مخدين هذا فلان هذا فلان نصاب أمرجي سكرجي شو بتكون فيه يعني في ناس بتحب الشكل مزبوط ايه وهذه موجودة يعني مش موجودة لحد الآن موجودة يعني فكانت غالبا ما تطول غالبا ما تطول الخطبة يعني عبل ما العروس تجهز حالة طبعا بده فساتين تعمل وتجهز أشياء
وفي ناس كانت. قديش كانت تكون مكلفة لتجهيز العروس يعني؟ مكلفة كثير كانت أهل يعني كانت أهل العريس ما يتكلف في أشياء في حسب الاتفاق. إذا كانت أهل العروس شوي ماليتهم قليلة والعريس شوي منيح بيساعد. هو يوم تمثيل العروس يصير بالكنيسة. وبعد العروس حفلة عقل غدا عشاء. بهذاك الزمان كان تصير العرس يصير زفة فيها. زفة تطلع من بيت العريس تمشي رايحة على الكنيسة مشان يحضر العرس. بالشارع. بالشارع يمشوا. كان يركبوا على شيء العريس؟ لا لا. كان أنا حسب ما شفت كان بماشي مع الناس. قدامه صعف نخل هيك زي هذا وإذا كانت الدنيا ليلة بكون شمعة هذا لمبة من هذا الشمبر لوكسات الشمبر قدامه ماشيين ويهزعوا يغنوا ويرقصوا ويعملوا ياخذوا يزفوه من بيته لا بكنيسة نعم في الطريق كل ما يمر عن بيت في ناس أهل البيت يطلعوا له شراب يسقوه يسأل الموكب الموكب يسأل مش الموكب يعني كل لا ابو 10 كاسات مثلا خمس كاسات هذه تصير يعني انا شايفها يعني ما حدا قال لي اياها بس انا شايفها واكثر من بيت يعمل هاي القصة واكثر من بيت واكثر من بيت نعم وفي ناس قبل العرس اسبوع يقعد يطبخوا يبقى عزومات على مدار أسبوع؟ على مدار أسبوع في مرات على مدار أسبوعين يصير أكل أنا يوم متزوج خالي والله كان الأكل كان بيته جنب بيتنا وفتحنا حتى ممر من بيتنا لبيته زي باب وبلش الأكل في جنبنا بيت خرابة تقريبا وعملوا موائد للأكل قعدوا وبيطلع حوالي 6-7 نسوان من عماته هدول الكبار بالسن اللي أويات. الأويات واللي بطبخ طبيخ وهذا يا سيدنا يقعد يطبخ طول الأسبوع يعني بعدين غدا مثلا يكون غدا ويعزموا الناس مين مكان يجي يأكل مين مكان يجي يأكله يعني عادة الأرائب بس وبصير نقوط بهذه مثلا في واحد بيجي بخروف بزينه بحط عليه من هذا الأشياء بيجي بيجيبه الأهل العريس في ناس شو قصدك بزينه بجيبوا حي يعني خروف حي بحطوا عليه هيك زينة زي ورد وبعلقوله في رقبته وإشي وبصبغوه أحمر أزرق حلو بيجيبوه وبجروه لبيت العريس في ناس بيجيبوا قفة أو قفتين رز أفير كان الرز المصري يجيب قفرة أفير هيك تقريبا يمكن 20-25 كيلو الأفير برضو يحطوا عليه ورد شكله ويجيبوه للعريس هذا كله قبل العرس قبل العرس في الأسبوع قبل العرس يجيبوا رز وسكر وأشياء وقبل العرس كمان كانوا في ناس يعملوا كعك ومعمول يفرقوا في العرس كانوا أنا بتذكر يجيبوا كيس سميد مش كيلو كيلوين لا كيس سميد يقعد يشتغلوا يصبروا يعملوا هذا الأعراس كانت الأعراس هيصة يعني هيصة بمعنى انه يعني اللي بده يتجوز عمره ما بينسى زواجه قديش اخذ افراح وقديش ناس هذا الموسم اللي يعني احواله المادية بتساعد انه يعمل الاشياء وفي ناس على النص يعني بروحوا بشكل ابسط بكون معزومين ومن زمان ما أظنش كان في مكاتيب كان بين بعض فلان تفضل عروس يعني أغلب الناس كانت تيجي مثلا من هذه العائلة قاطبة كلهم يحضروا عائلة العروس كلهم يحضروا ما عدا اللي يكونوا زعلانين أو مثلا بس ولا الكل يحضروا بدون ما حدا نقوله كانوا يشاركوا كل المسلمين بهاي طبعا الأفراح. كان فيه طبعا فيه يعني إيه كل واحد منهم مش مقطوع من شجرة أصحابه إلى أصحاب إلى أحباب إلى كلهم يحضروا وهو ده اليوم اللي انتظروه بس مش هنفرحه طيب
طيب اوكي، خلصنا من الاسبوع تبع الاكل هذا، بعدها وين ايش بيصير؟ بيصير باخذ العريس يا بروح له شهر عسل على محل قريب من بلده، او اذا بيقدر ايش في بيته خلص، وبتروح بنفضل العرس. لا قصدي خلصنا من الاسبوع الاكل هذا. يوم الزفه ما حكيت، الزفه على الكنيسه وتصوم، بعقد القران رسميا. وكل واحد طب لما يطلع العريس والعروس من الكنيسه كل واحد يا انه بيسافروا وهم كل واحد بروح على بيته، يا انه هو بروح على بيته او بروح على محل اللي نعم يقضي النهار هذا. يعني حاسس انه الزواج بهذيك الايام له نكهه خاصه والله له نكهه خاصه، يعني مختلف عن الايام هذه. اذا بدك تقارن بيناتهم ايش بتشوف؟ والله هذاك احلى كان. احلى لانه كان في اكل اكثر. في اكل وفي هيصه يعني. لا والله حلو جدا. لا وبعدين في ناس يعملوا حفله بالليل، يجيبوا جناكي من يافا. هذا اللي بيرقصوا بغنوا. الميسورين اللي كانوا يجيبوها. وهي ترقص وينقطوها. ينقطوا الجنكية. الجنكية يحطوا لها بصدرها ليرة أو نص ليرة بهذاك الوقت. دخلك الجنكيات من يعني من وين يعني؟ والله تسألني بعرف يعني. في منهم كان مشهورات يعني كأسماء. في مشهورات. بتذكر أسماء؟ لا بتذكرش أسماء، بس بتذكر جنكيات مشهورات لما يجيبوا فلانة معناه أقول. حفلة الليلة. حلوين يعني كانوا يكونوا الجنكيات هدول؟ نعم. عدا عن إنهم بيعرفوا يرقصوا حلوين. إيه. حلوين كانوا. مش مطالع يعني تعرف أذواق وشوية بالرأس الشرقي بتصلخ نتفة. والعالم ما كانش شو بيجر الواحد من زمان. أنا أمي كانت تلبس ملاي مرات. يعني تصور إنه تحطها. أنا ستي لحد ما ماتت كانت تلبس ملاي. فمعناته الجنكية لما تيجي مناسبة كويسة. لأنه يا دوب بيشوف الأصابع الواحد. والوجه. والأغلب يعني الواحد إذا بين صدره ينشروا عرضها. طب كان يصير القوط تاني بغير ان يصير القوط يعطوه مثلا شيء ناوله 10 دنانير. بأي مرحلة يصير له نقوط اللي عن جد؟ بنفس الليلة الحفلة. بالحفلة بالليل أعطوه. هي النقوط زي مساعدة ودين. لأنه هو مجبور يرده. بده يرده لما يرده. في مناسبة هي تقريبا نوع من المساعدة لفترة معينة بينما ياخذ روح العريس. قرض. قرض حسن. وبده يرجع يسده. يعني مش معقول انا بيعطيني 10 ما اعطيكاش 12 مثلا. مظبوط. هذه هي العادات. طيب بالنسبه للزواج قبل ما انت الى موضوع ثاني، ايش في احب بتتذكر ايش حب تضيفه على الزواج؟ في اشياء معينه، ملاحظات او ايش؟ غالبا كان الزواج يكون محصور في ابناء المدينه، يعني بمعنى ما كنت ما كان في تغريب بمعنى واحد يروح يجي من يافا من يافا من الليد من توقف على هوا الاتصالات العائليه. يعني في مثلا ناس عمته مخدها واحد من الليد، بروح عند عمته مثلا شايف بنت تقرب لعمته والله عجبته بخدها بطلبها. يعني انتو عائلة زبانة، يعني اغلب الزواج كان ضلوا داخلي بالعائلة مثلا وبالرملة، ولا كان في حالات كثيرة؟ لا والله اغلبه كان بنفس مش بنفس العائلة بس يكون في الرملة. بالرملة. طيب
أبو مثلا مشري. إخوالي خالي واحد منهم تزوج من عكا. يعني مش مو شرط يعني. نعم. طيب بدنا ننتقل لموضوع تاني. بدنا نتحدث عن موضوع الوفاة. لما كان يتوفى حدا مثلا بالرملة. نعم. كيف كانوا يعلنوا عنه انه فلان توفى؟ والله في كان بين بعض يتحدث عن العالم يقول فلان توفى. كل يعرف. بلد صغيرة مثل الرملة. يعني بمجرد ما يتوفى واحد اللي يعرف اخوه يقول له صديقه، صديقه يقول للثاني، في نفس اليوم بنعرف انه فلان توفى. نعم. في نفس اليوم بدون اعلان بين بعض الناس. بين بعض. ناقل الخبر بسرعة الوقت لانه خبر مثل هيك خبر مزعج يعني. نعم. أبوان بنتين. طيب. وعادة بيندفن بصلى عليه ويندفن ودائما 30 يوم 30 يوم. طب وين وين كان في مقابر في الرملة؟ الرملة بشارع يافا القدس في كان مقبرة للمسيحيين ومقبرة أظن للبرتغال، يعني في المسيحيين ثلاث مقابر أو مقبرتين جنب بعض لكل طائفة أظن، ما بتذكرش. بس بتذكر في أكثر من واحدة للمسيحيين. على شارع يافا القدس أبدا تقريبا بقدر اقول لك اقبال مركز البوليس اللي هو الكبير هذا. نعم. واقبال السينما بالضبط. السينما الاندلس اللي هي الصيفي. الصيفي يعني. وهي تقع في حارة محس. المحس. في المحس تقع. المقبرة في المحس. في المحس على الشارع الرئيسي تبع يافا القدس. هاي للطائفة تبع كل. نعم. والمقبرة طلعت من السنين تقريبا بنفس النبي صالح. قبل النبي صالح الأرض كلها هذيك مقبرة. الجامع الأبيض كل هذاك كان مقبرة للمسلمين. طب تحكي لي بالضبط شو اللي كنتوا تعملوه؟ يعني نقول شخص توفى، نحكي عن الإجراءات بالضبط. توفى الشخص بده إجراءات خطوة خطوة. بعرفهاش. أنا بعرف بدفنوه. بعدين في عنا بيعملوا الثالث بعده ثلاث ايام العزة تبعه. ثلاث ايام. بعدين في عندهم صلاة التاسع والثالث والتاسع والرابع مش عارف. ونص السنة بيعملوا له صلاة وسنة بيعملوا له صلاة. نعم. ايه يعني بيعملوا له على روحه ثلاث مرات بعد ما يمر نص سنة. بعد ما يمر سنة اولا بعد ما يمر ثلاث أيام أربع أيام بيعملوا الصلاة الثالثة والرابعة والتاسعة. في عندنا كان بالرملة إشي اسمه سبت الموات. نعم. يروحوا يزوروا الموات في هذاك اليوم. إمتى السبت الموات بعرفش، بس بتذكر إنه في إشي اسمه سبت الموات. نعم. يحضروا يروحوا كل اللي إله قريب إله عم إله خال إله كذا يروحوا يصلوا. يعني يقعدوا على القبر زيارة الأهل تذكر الذكرى بس. مش أكثر ولا أقل. نعم. المقابر كيف المقبرة كيف كانت كانت مرتبة ومنظمة واللي بال هذه ما يعني مرتبة معروفة ما مش زي المقابر تبعون الأجانب اللي بحطوا الزهور ومرتبين لا العادي. قبر وبيبنوا حجر وفي كل في عائلات لهم زي مدافن زي مدافن يكون يحطوا فيهم. طيب صوروا المقبرة إلى باب موقفين وكل شيء يعني مش فالتة. قلت لي ما فيش عندك صور انت مال صور خاصة هذيك الايام؟ زي قلت لك عندي غير جواز السفر. جواز السفر غير جواز السفر تمام. ما لقيتش صور؟ لا صور ما قدرش طبعا، بس جواز السفر موجود. لا حكيت لي
من الماضي انه فيه موجود جواز سفر. جواز السفر موجود ورقمه 17011 صادر ب 2 كانون ثاني سنة 1944 صالح لمدة 5 سنين ل 49. نعم. وعليه فيز لسوريا ولبنان لأنه صالح للبنان وسوريا وشرق الأردن ومصر بس هاي الدول اللي صالح. هاي الدول. طيب أبو متري بدنا ناخذ استراحة دقائق ونتابع حديثنا. ليش لا؟ يعطيك العافية.